ينضم إلينا من بروكسل مراسل الغد سلامة عطلة. سلامة، ما الذي تم بحثه بين الوفد المفاوض البريطاني وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي؟ مساء الخير يا مساء النور. هي محاولة من الطرفين لتسهيل تمرير الاتفاق خلال التصويت داخل البرلمان البريطاني في 12 من الشهر الجاري، بعد أن تجاوز الطرفان النقاش الدائر حول إمكانية أو عدم إمكانية العودة إلى فتح الاتفاقية من جديد. يعني أكد على إمكانية العمل ضمن وثيقة تفسيرية إضافية يتم الإعلان عنها بالتزامن مع الاتفاقية والإعلان السياسي. إذن إطار العمل هو عدم فتح الاتفاقية الموقعة، وإنما هي وثيقة تفسيرية ملزمة من الناحية القانونية، تحاول أن تهدئ مخاوف البريطانيين وتعطي إجابات حول عدم نية الاتحاد الأوروبي استخدام شبكة الأمان بشكل دائم، هذه الشبكة التي يخشى البريطانيون من أن يستغلها يعني الاتحاد الأوروبي ليبقي المملكة المتحدة فترة أطول في الاتحاد الأوروبي. يعني هذه الضمانات التي تحدث عنها بارنييه بأنها الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديمها، هي لا تعني أنه ربما يكون هناك فرصة مرة أخرى للعودة إلى التفاوض؟ التفاوض قائم، ولكن ليس على الاتفاقية تعديل التفاوض وقعت في نوفمبر الماضي ووقعت عليها رئيسة الوزراء. تأجيل، هناك مطلبين، أو يعني مطلبين بريطانيين يريد المفاوض البريطاني تحقيق إحداها. إما أن يكون للمملكة المتحدة الحق في الخروج الأحادي من شبكة الأمان، وإما أن يعني تصبح أو لا تكون هناك إلزامية للمملكة المتحدة في الاستمرار، وبالتالي يرفض الاتحاد الأوروبي هذه المطالبات البريطانية ويريد إعطاء ضمانات، لأن بالنسبة للأوروبيين شبكة الأمان هي ضرورية لعدم العودة إلى أي حدود صلبة داخل الجزيرة الإيرلندية. لكن فيما يتصل بالتمديد، إذا كنت فهمت سؤالك، هناك تأكيد أوروبي بأن الاتحاد لن يعارض أي تمديد أو طلب للتمديد من الطرف البريطاني، وإن كانت رئيسة الوزراء البريطانية حتى هذه اللحظة لم تطالب ولم تلوح بأنها ستطالب بتمديد. أشكرك جزيلا سلامة عطلة مراسلنا من بروكسل.